كان النقاش مع جلالة الملك، أشكره على الحضور ونحن ننتظر شخص. نحن نعرف بعضنا البعض لسنين عدة، وطيلة هذه السنين العاهلة الأردنية وجلالة الملكة نحن أصدقاء، وفي هذه الفترة كانت العلاقات قوية، واليوم ناقشت الولايات المتحدة والمملكة الأردنية السياسات فيما بينهما، لا سيما موضوع الحرب الدائرة. ومنذ أشهر عدة وفي 7 أكتوبر شنت حماس هجمة شعواء كلها قسوة وبربرية على النساء والأطفال، وهي تعتبر الحادثة الأكثر ترويعا منذ المحرقة الهولوكوست. وفي 7 أكتوبر حماس شنت هذه الهجمة، وأسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر أصبح الأمر أولوية وعلى رأس أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وعلينا أن نضمن أن يكون هناك أمن مستدام في المنطقة. وبعد هجمات 7 أكتوبر تقهقرت حماس إلى غزة لأولئك الذين يعيشون في الأنفاق ويخربون البنية التحتية ويشنون الهجمات على المدارس وعلى الجوار وعلى المستشفيات. وبدأ ذلك، الحرب بدأت في أن تشتعل وهناك خسائر مدنية، العديد والعديد من الخسائر، أكثر من 7000 شخص مدني بريء راح ضحية هذه الهجمات بما فيهم آلاف الأطفال. وبالفعل الآلاف والآلاف ليس لديهم أدنى وصول للغذاء والمأكل والملبس وللاحتياجات الأساسية. إذن أصبحوا يعيشون في عدم أمان. كل حياة بريئة في غزة تمثل قصة مأساوية، وكذلك بالمثل فإن خسارة أي حياة مدنية إسرائيلية تمثل تراجيديا. إذن نحن خالص التعازي للضحايا في الجانبين. بالطبع نحن نعمل عن كسب للسلام وللكرامة الإنسانية، حيث يمكن للشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي أن يعيشوا معنا بسلام. نعمل ذلك ليل نهار وبالتعاون مع شركائنا، وعلينا كذلك أن نضمن عودة الرهائن بسلام إلى عائلاتهم، وأن نفعل السلام بناء على حل الدولتين. وناقشت أنا والعاهل الأردني الموقف بين إسرائيل وحماس لتقديم ربما هدنة ممددة تصل إلى 6 أسابيع، تكون هدنة إنسانية يمكن من خلالها وبعدها أن نفعل المزيد، لأن هذا قد يمثل حلا يبدأ في دفع عملية السلام قدما. ناقشنا هذا الحل على الطاولة، ولكن بالطبع الفجوة لا تزال موجودة، ونحن نحاول أن ننجز هذه الصفقة، والولايات المتحدة سوف تبذل قصارى جهدها لفعل ذلك، لا سيما الموقف في رفح والعملية العسكرية في رفح يجب ألا تتم ويجب ألا تتابع. وعلينا أولا أن نضمن الحياة الآمنة لأكثر من 1,000,000 شخص، لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين نزحوا أكثر من مرة، والأشخاص الذين يعيشون في رفح أو في منطقة رفح بالفعل هم في أمس الحاجة للاحتياجات الإنسانية. وبالطبع نحن نرفض جملة وتفصيلا أي نزوح قصري وأي تهجير قصري. واليوم تبحثت بشيء من التفصيل مع جلالة الملك بفريقه وفريقي، تناقشنا معا في هذا الأمر، وبالفعل نحن سوف نبذل القصارى الجهد
لتقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة وإحلال السلام في المنطقة وتسهيل مرور المزيد من المساعدات الإنسانية في غزة في أسرع وقت ممكن وبأقصى قدر ممكن. نحن نعمل لفتح معبر رفح ونحن نعمل معا لإحلال السلام، ونحن نصر على أن المعبر سوف يظل مفتوحا. وبالطبع فإننا سوف نعمل عن كثب لتوصيل المساعدات الإنسانية، وأود أن أدرك جهود المملكة الأردنية وأخص بالذكر وبالشكر العاهل الأردني، لأنه شخصيا قام بوضع خطة لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وأعلم أن هناك الكثير من السيدات والأطفال. كل هذا يحثنا على سرعة تقديم المساعدات الإنسانية وأن ننظر بعين الرحمة إلى الشعب الفلسطيني، لا سيما النساء والأطفال. جلالة الملك، كل جهودك وجهود المملكة مشكورة ومحل تقدير للعيش بسلام في هذه المنطقة، ولكن بالفعل يجب أن نضمن أمان إسرائيل، ويجب أن نعمل لإنجاز حل الدولتين، لأن الولايات المتحدة لطالما دعمت إسرائيل، وحل الدولتين هو المسار الوحيد لإنجازه، وكذلك أن نغتنم هذه الفرصة. المناقشة مع جلالة الملك يمكن أن تؤثر بإيجابية على الشعب الفلسطيني وكذلك على الضفة الغربية وقطاع غزة، ويجب بناء حل الدولتين، ويجب قبول السلام حتى لا يتم توليد جماعات إرهابية أخرى مثل حماس. وبالطبع سوف نعمل عن كثب معا لتحقيق السلام في هذه المنطقة وإحضار السلام في إسرائيل وفلسطين ودول الجوار، والتأكيد على حل الدولتين وحتى تعود المنطقة إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر وأفضل. إذن بالطبع نحن نتفهم قدرة شركائنا في المنطقة بمن فيهم جلالة الملك. كل هذه علاقات صديقة وطيبة نسعى إلى إنمائها وزيادتها. العاهل الأردني شخص حكيم أسعد بصداقته، وتقابلنا وبدأنا في الحديث منذ أكثر من أسبوع، لا سيما بعد الهجمات التي وقعت في المنطقة المتاخمة للحدود السورية. ومنذ ذلك الحين فإن القوات العسكرية بدأ استهدافها في العراق وسوريا، وبدأنا في تقديم الاستجابات. ومن ثم فأنا أشكر جلالة الملك العاهل الأردني على جهوده، لأننا في أوقات عصيبة وعلى العلاقات بين الدولتين. إذن أرحب بجلالة الملك في الولايات المتحدة. إليك الكلمة العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله. سيدي الرئيس، أشكرك على كرم الوفادة وروح الضيافة لي ولوفدي. إن زيارتي اليوم تحمل معنى ومغزى، لأن هذا يمثل علاقة قوية، ونحتفي بمرور 75 عاما من العلاقات الطيبة بين الأردن والولايات المتحدة، وبالفعل أنجزنا خلالها الكثير من المنجزات. ولكن في هذه الفترة العصيبة، لا سيما الصراع الدائر في غزة، نحن نتحدث عن أكثر من مئات الآلاف من الأشخاص، إما بين قتيل أو جريح أو مصاب، معظمهم من النساء والأطفال. نحن لا يسعنا أن نتحمل الهجمة أو أن نقبل بالهجمة والاعتداء الإسرائيلي في منطقة رفح، هذا مرفوض.
ونزوح القصري والتهجير القصري لأكثر من مليون شخص تم نزوحهم. نحن بالفعل لا يمكننا أن ندعم مثل هذه الأعمال، ويجب أن نوقفها ونوقف إطلاق النار الآن، ويجب لهذه الحرب الدائرة أن تتوقف الآن، ويجب أن نضمن تقديم المساعدات الكافية إلى غزة من خلال كل الممرات وبتفعيل كل الآليات لفعل ذلك. وأشكرك سيدي الرئيس على دعمك لذلك. إن المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية كل هذا يجب تقديمها، وبالفعل ما من أي مؤسسة بخلاف منظمة الأونروا هي من يمكنها فعل ذلك. إذن هناك الكثير من المنجزات للأونروا في العديد من المناطق منها الأردن كذلك. إذن من الحتمي ومن الإلزامي أن نقدم كل هذه الجهود الإنسانية والمساعدات الإنسانية. إن التهديد الذي يمثله التهجير القصري للشعب الذي يعيش في قطاع غزة والضفة الغربية يمثل قلقا كبيرا غير مقبول في الوقت نفسه. علينا ألا نتجاهل الموقف وألا نغض الطرف في الضفة الغربية والموقف في القدس كلها وبرمتها منذ أحداث 7 أكتوبر، بما في ذلك أكثر من 100 طفل قتلوا. وبعد التصعيد بسبب السياسات الاستيطانية والتوسع الاستيطاني والتوسع في بناء المستوطنات غير الشرعية في المنطقة ككل، أن معظم العباد ومعظم المسلمين غير مسموح لهم حتى في الدخول إلى المسجد الأقصى، ومعظم المسيحيين غير مسموح لهم بالدخول إلى الكنائس كذلك. فمن الأهمية بمكان أن نسلط الضوء على أن فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة هذا كله غير مقبول. بالطبع بعد كل هذه الأعوام ما من شك في أن العالم كله الآن أصبح يدرك تماما أن الإجابة الوحيدة لهذا الصراع هو السلام بناء على حل الدولتين حتى نضع نهاية لهذا الصراع. كل الهجمات ضد أي بريء سواء إذا ما كان طفلا أو امرأة بما في ذلك أولئك الذين راحوا ضحية 7 أكتوبر كل هذا غير مقبول. علينا بالفعل أن ندين هذه الأحداث المروعة التي بدأت في 7 أكتوبر وألا يتم تكرارها وأنه لن يتم قبولها. علينا أن نعمل معا بالشراكة مع كل الدول العربية وكل المجتمع الدولي أن نصل إلى وقف إطلاق نار في أسرع وقت ممكن، وهذا بالفعل سوف يؤدي إلى تمديد الحل السلام بناء على حل الدولتين والاعتراف بسيادة دولة فلسطين عاصمتها القدس الشريف، وكذلك تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وأمان. هذا هو الحل الوحيد الأوحد لضمان السلام في المنطقة وضمان السلام للفلسطينيين وللإسرائيليين كذلك، بل وللمنطقة برمتها. إن قيادتكم سيدي الرئيس هي كلمة السر وهي المفتاح لضمان هذه الجهود والعمل قدما نحو تحقيق السلام. أشكرك.